هلا والله، مرحبا بكم متابعينا ومشاهدين قناة الفلوجة، اهلا وسهلا ببرنامج مطبخ صلاح، معكم الشيف صلاح الراوي. اتمنى لكم نهار سعيد وكل طاقة. اطباقنا اليوم متنوعة وسهلة، وطبختنا الاولى لهذا اليوم حبايبنا المشاهدين مثل ما مكتوب عندكم بالشاشة، عندنا اليوم الوجبة الرئيسية الكبسة اللحم، إضافة إلى شوربة خفيفة ولطيفة شوربة الفطر، مع طبق حلو أخذ صدى واسع اللي هو العوامات. طبعا معروف هذا الطبق بالعراق والشرق الأوسط، خاصة في بلاد الشام. فيما يخص حبايبنا طبقنا الأول لهذا اليوم هي الكبسة. طبعا الكبسة إلى تعود أصول الأكلة إلى السعودية. مختصر الأكلة أنه الأكلة تتم طبخها أو تنكبس بماء اللحم، لذلك اليوم راح نضيف بعض اللمسات مثل ما نوهنا إحنا. الطبخ راح يكون على طريقتي كشيف صلاح. عندنا اللحم حبايبنا راح ناخذ التندرلوين مع لحم الرقبة. ليش اختارينا التندرلوين ولحم الرقبة؟ لأن سبحان الله هذني تكون من هشة إضافة إنه قليلة الأعصاب، فتكون سريعة الاستواء وتكون خالية من الأعصاب مع نسبة دهن قليلة. طبعا الدهن ينعدم بالتندرلوين اللي هو البون فيليه حبلة الظهر، أما اللحم من الرقبة فيكون يحتوي على نسبة قليلة من الدهون. هنا حبايبنا المشاهدين سلكت اللحم مدة ساعة ونص، استعملت الباقة العطرية اللي متكونة من قرنفل مع نومي بصرة وورق الغار، إضافة إلى الزنجبيل حتى أحافظ على المونة مات اللحم. طبعا نحمس اللحم قبل السلق. الخلاصة عندنا المونة مات اللحم جاهزة، ناخذ المكونات مات الأكلة نشوفها على الشاشة حضراتنا المتابعين والمشاهدين. عندنا لحم إضافة إلى الرز، الكبسة مع بهار الكبسة والكركم، فلفل اسود وقرفه، اضافه الى الخضار المقطعه المتمثله بالفلفل والجزر والبصل، الملح طبعا حسب الرغبه. بدايه حبايب عندنا نجهز الكبسه. طبعا الكبسه لها صوص خاص مثل ما هو معروف، هو صوص الكبسه المتمثل بخيار ولبن ونعناع يابس. ممكن حبايبنا نستعمل النعناع الفريش، وممكن ايضا استعمال النعناع اليابس. في حال استعمال النعناع اليابس يتم تجهيز الصوص وتركه مده لا تقل عن 15 دقيقه، بعد ذلك يمكن الاستعمال. في حال استعمال النعناع الفريش ممكن الاستعمال يعني ذاتي واني. الان حبايب نبدا بطبخ الكبسه. اول عمليات طبخ الكبسه هي اضافه الزبده. تذوب عندنا الزبده حبايب، ونضيف الخضار المقطع اللي متمثله بالجزر والبصل والفليفله، مع ورق الغار والقرفه. طبعا البعض يقول شيف شنو المقصود ببهار الكبسه؟ يعني وين نقدر نلاقي هذا البهار؟ البهار طبعا متوفر عند العطارين مثل ما هو معروف. طبعا بالسعوديه بهارات الكبسه ما يسموها بهارات كبسه، معروفه منها خلطه من الكمون مع جوزة الطيب اضافه الى البهار الحلو. فحبايبنا المتابعين اليوم يمكن بالسعوديه يمنعون ايضا اعطاء جوزة الطيب لبعض الناس، يعني يستعملوها استعمارات ضاره ضرب الجسم لاستعلام استعمالات اخرى ما نحب نتطرق لها. فلذلك من تروح على ابو العطار تقول له بهار كبسه، في حال ما لقيت تقدر تخلط كمون مع جوزة الطيب اذا توفرت. من ضمن قلنا المعطيات ما طبختنا لهذا اليوم هو الكركم. الان ذابت عندنا الزبده، نضيف اعواد الدارسين اضافه الى ورق الغار مع الفلفل الاسود. بس ترد الروح باللي ضفناه، الآن نضيف الخضار. طبعاً أنا مثل ما نوهت حبايب اللحم سلكته بالبداية، بس يتكرمل عندنا البصل نضيف اللحم.
طبعا اثناء عمليه السلق حبايبنا المشاهدين اللحم ما ضفت له اي ملح حتى يكون الاستواء التام ويتملح اثناء اضافه الكبسه. الان حبايب بلش عندنا البصل يتكرمل، نقدر الان نضيف قطع اللحم مثل ما نوهنا. عندنا لحم الرقبه اضافه الى تندرلوين، تقليبه سريعه. الان حبايب نقدر نضيف البهارات مالتنا اللي هي بهار الكبسه، المقادير طبعا ذكرناها مع مكونات او معطيات الاكله بدايه الحلقه، مع الكركم ايضا تقليبه. حبايب البعض اثناء عمليه طهي الرز او طبخ الرز يضيفون، يقولون نضيف الرز بالبدايه او الماء بالبدايه. طبعا طرق طهو الرز كثيره، ممكن تسمى بطرق الكبس او طرق البازل. حبايبنا مثل رمضان كريم، بين ما تستوي الطبخه والله يتمم علينا وعليكم بالخير والعافيه، نستقبل جميع الاتصالات والاستفسارات على الارقام الموجوده اسفل الشاشه حبايبنا المتابعين. وناخذ اول اتصال ونقول الو يا نور من الموصل، اهلا وسهلا يا نور. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه، يا هيا الله بالموصل واهلها. علينا وعليك خيتي. ايش طابخين اليوم خيتي؟ ها؟ شنو طبخكم اليوم؟ اليوم طبخنا كبسه. كبسه؟ نعم. خير ان شاء الله. شلون الموصل واهلها؟ والله بخير الحمد لله. دوم يا رب دوم. اريد وصفه كي اف سي، كيك اسفنجيه. كي اف سي؟ كيكة اسفنجية. نعم. نعم صارت تدللين، شكرا لاتصالك يا نور. فيما يخص طبعا الكيكة الاسفنجية حبايبنا، هنا نضيف المي حتى يحمى عندنا مثل ما هو معروف اثناء طبخ التمن نحتاج وسط او الوسط داخل الجدر يكون حار جدا. فيما يخص الكيكة الاسفنجية، طبعا الكيكه الاسفنجيه تتكون من الفانيلا مع البيكنج باودر مع 3 حبات بيض، مقدار 500 غرام من الطحين مع السكر والماء المتوسط، وتخلط اثناء في حال موجوده العجانه او باليد، تترك مع اضافه الخميره. طبعا نحلها مع السكر بدايه لان طبيعة الخميرة حبايب تكون تحتاج إلى وسط سكري حتى تتفاعل بصورة أسرع، فنحلها ونضيفها ويا الطحين بعدين المكونات اللي ذكرناها. وإن شاء الله يا نور نتناول في حلقة من حلقاتنا خلال شهر رمضان المبارك الموضوع اللي ذكرتي. الآن حبايب مثل ما نشوف عندنا المي ضفناه على اللحم، ننتظر بس المي يغلي ونضيف الرز. طبعا حبايبنا المتابعين الان نضيف ايضا ماجي الخضار. طبعا ماجي الخضار قليل الاستعمال، لذلك العالم اكثرها تعرف ماجي اللحم مع ماجي الدجاج. واستعمالي للماجي، طبعا الماجي اللي مستعمله انا شويه بيه الملح زايد، لذلك فراح اراعي عند اضافه الملح. ننتظر المي يغلي وبس غلى المي نقدر نضيف الرز. نستغل الوقت ونبدي بتحضير الصوص مالتنا اللي هو قلنا خيار مع نعناع إضافة إلى اللبن. اللبن ممكن استعمال لبن الزبادي أو لبن الشايط اللي مثل ما يسموه عندنا المدخن. عندنا اتصال
الان نبدا بتقطيع الخيار. طبعا الصوص مالتنا حتى يكون على اتم طريقه، البعض يضيف له الليمون، انا راح اخليه طبيعي حتى احس باللذه مال الكبسه وما يضيع عندي الطعم. عندنا تقطيع الصوص مال الكبسه لازم يكون الخيار ناعم مثل ما نشوف حبايب. المقادير طبعا جميعها مكتوبة عندكم حبايبنا المشاهدين، مثل ما نقول نتلقى جميع الاتصالات والاستفسارات على الأرقام الموجودة على الشاشة. الآن حبايب مثل ما نشوف المي بلش عندنا يغلي، الآن نضيف الرز بالتدريج. طبعا الرز أنا عندي رز حبة قصيرة مو طويلة، إضافة إلى أنه الرز غسلته من النشا وبعدين نقعته بمي حار، مي حار مو بارد، مدة نصف ساعة ويطلع عندك رز نثري يخبل. الآن حبايب نكمل تقطيع الخيار. وصلنا بالكبسة بس تغلي عندنا النصي النار عليها. عندنا اتصال علي من بغداد. رمضان كريم يا علي. علينا وعليكم. علينا وعليك باشا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، حيا الله علاوي. وعليكم السلام والرحمة، حيا الله علاوي. الله يسلمك. الله يعزك ويخليك. بس اريد اسال على المغلوبه. نعم. ايه شلون يعني مسويها ماي يعني يعرفون يسوونها قصدك بالبيت؟ لا ان شاء الله الكل خير وبركه. إيه. وما منهم قصور. نورتني يا علي، مية هلا بيك وبهل بغداد. فيما يخص المقلوبه، طبعا المقلوبه من الاكلات البعض ينتميها الى العراق والبعض يقول بس هي كاصول اكله هي اكله فلسطينيه. مكونات المقلوبه حبايب: رز وخضار مقطعه متمثله بالباذنجان وطماطه وبصل وفليفله، البعض يضيف لها لحم والبعض يضيف لها الدجاج. بدايه في المقلوبه طبعا مكونات زيت خضار اللي ذكرناها، لحم او دجاج مع الرز، اضافه الى تمن المقلوبه لازم يكون عندنا باللون الاحمر، لذلك نستعمل معجون الطماطه اللي هو دبس الطماطه. فيما يخص بهارات المقلوبه حبايبنا المتابعين، في حال استعمال الدجاج راح نضيف الكزبره، اما في حاله استعمال اللحم نقدر نضيف الكمون اضافه الى السبع بهار. السبع بهار هو من ضمن مقادير المقلوبه حبايبنا المشاهدين. عندنا الفلفل الاسود في حال استعمال مقلوبة اللحم أو في حال استعمال مقلوبة الدجاج، وإن شاء الله نتناول المقلوبة بالحلقات القادمة بإذن الله. نورتنا يا علي ومية هلا بيك وبأهل بغداد. حبايب مثل ما نشوف عندنا الرز بدأ يغلي، وبس ينشف عندنا الرز نص النار عليه. هنا عندنا اللبن والخيار صار جاهز، نضيف النعناع ونسوي شيك سريع. تقليبه أو خلطة سريعة، مثل ما قلت إنه البعض يحب يضيف الليمون، فحتى احافظ على النكهه بالكبسه عند اضافه الصوص طبعا ما راح اخلي لها، واستعملت لبن الزبادي فيصير عندي القوام كثيف. لهنا صوصنا يكون جاهز. الان حبايب راح نبدي بتحضير طبقنا الثاني اللي هو شوربة الفطر. طبعا شوربة الفطر عليها اقبال واسع، وحتى تكون عنصر فعال بسفرتنا برمضان وتكون محاربة وبشكل قوي شوربة العدس اللي اخذوها خواتنا وامهاتنا كاحد اركان السفرة في رمضان. الان حبايب حتى نجهز شوربة فطر خفيفة ولطيفة نحتاج قالب زبدة وفصين ثوم. قالب زبدة بداية بالطنجرة، نقطع الثوم طبعا الثوم كل ما كان أنعم كل ما كان أفضل.
البعض يقول انا عندي مشاكل الثوم ما اقدر يعني اتقبله اثناء الاكل، ممكن اضافه البصل. بس الذوب عندنا الزبده حبايب، نضيف الثوم. مثل ما نحب ننوه مرة أخرى حبايب، المكونات والمقادير للأكلات مالتنا لهذا اليوم على الشاشة. الآن حبايبنا المتابعين نبدي بتقطيع الفطر. طبعا الفطر البعض يعاني اثناء عملية طهو الفطر، يقول الفطر شلون ننظفه. فالاغلبية حبايبنا المشاهدين تقول نقدر نغسل الفطر او لا. يفضل طبعا تنظيف الفطر بالشكل التالي، يعني باستعمال السكين ازالة السوادات الموجودة، بس ما نشيل القشرة، مجرد الجزء التالف او المتضرر من الفطرة نستغني عنه. فيما يخص والبعض يقول انه نستعمل المناديل المرطبه، يعني مسحه صغيره، بس باعتبار الحراره حبايبنا المشاهدين، باعتبار الحراره احد الوسائل، باعتبار انه الحراره احد وسائل التطهير والتعقيم المستعمله بشكل واسع بالعالم اجمعين، نقدر نقول انه الفطر يتعقم اوريدي اثناء عمليه القلي. نكمل تقطيع الفطر حبايب. بس يتقطع عندنا الفطر، البعض يحب يضيف الدجاج إضافة لشوربة الفطر، بس أنا لين طابخ الكبسة باللحم حتى لا يصير عندي ميكس بين الدجاج واللحم، فلهذا السبب ما راح أضيف الدجاج. طبعا شوربة الفطر حقيقة من أجمل وأطيب الشوربات المتعارف عليها بالوقت الحالي. حبايب التقليبة للفطر، وبس نحسه ذبل نقدر نضيف. طبعا الماجي كونها شوربة أنا حليته بماي حار، الآن نقدر نضيف التوابل لأن بدأت المونة مالت الفطر تطلع. التوابل مثل ما قلنا حبايب، فلفل أسود وكزبرة إضافة إلى الماجي، فلفل أسود، كزبرة ناعمة إضافة إلى ماجي الخضار. تحريكه، نقدر نملحها شوية. الآن نضيف الكريمة مالتنا. إذا صار عندنا القوام كثيف حبايب نقدر نضيف الحليب. تحريكة سريعة، بس تفور تكون الأمور بالسليم. عندنا اتصال سامر من بغداد، حياك الله يا سامر. حياك الله، مرحبا شيخ، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك يا سامر. الله يخليك، مية تلاغاتي نورتنا. الله يسلمك، الله يعزك ويخليك. شيف بس حبيت اسالك على الصلصه اللي ويا الكبسه، اكو صلصه تجي ما فينا بالمطاعم تجي حمراء مثل يعني مثل الطماطم المهروس، هاي شنو مكوناتها؟ الصلصه هاي تجي ويا المندي، تعبيره صح. تعبيره صح، بس انا حاب اكلها ويا الكبسه. والسؤال الثاني اللي عندي، ايه نعم، المكسرات شنو نقدر نضيف فوق الكبسه؟ شنو نوع المكسرات اللي تنطي طعم اطيب للكبسه؟ تدلل يا سامر، نورتنا. الله يعزك ويخليك. بخصوص الكبسه سامر، بخصوص الصوص اللي قلت عليه،
فلفل رومي احمر وفلفل اخضر نسميه احنا بالعراق عندنا فلفل داره، اضافه الى البصل ونص ليمونه مع الثوم، تخلطها بالخلاط وتطلع لك ملوزه وطيبه اضافه للملح. فيما يخص المكسرات نضيفها على الكبسه، طبعا هو المتعارف عليه كقوة فيتامين وحتى يكمل الأكلة مالتنا على أتم وجه اللي هو اللوز والفستق الحلبي. اليوم أنا راح أضيف ميكس بين بندق ولوز وفستق حلبي والجوز. هنا حبايب المشاهدين الشوربة بلشت عندنا تجهز إضافة إلى الكبسة بدأت عندنا تنشف، بس ينشف عندنا الماء على خير نص النار وتتهدر على نار هادية. نقدر حبايب ننتقل للجزء الأخير بين ما يكون الاستواء التام لطبخاتنا لهذا اليوم. مثل ما معروف حبايب العوامات من الأكلات اللي أخذ الصدواجتها، يمكن بأي محل حلواني تلقاها. فحتى تسوي أطيب وأحسن عوامات، طبعا عجينة العوامات معروف عليها أنه تكون مطاطية، أضافة الى بعض الاضافات. طبعا نشوف المكونات مال العوامات على الشاشه. العوامات تتكون من طحين ومي مع الخمره والسكر. فيما يخص القطر اللي نعمل به العوامات، مي وشكر اضافه الى نص ليمونه، نص ليمونه لحتى يكون عندنا القطر ما يشكر. طبعا عملية الطهو نقدر ناخذ الخطوات مالتها، بس تاخذ يعني عملية تحضيرها ممكن تاخذ وقت. مثل ما نشوف حبايبنا الان نضيف اولى خطوات تحضير العوامات. طبعا انا قبل الحلقة جهزتها، لان مثل ما هو معروف الخمرة تاخذ وقت. فالان اولى العناصر اللي هو الطحين. طبعا يفضل انه الخميرة تنحل مع ماء في البداية قبل الإضافة مع السكر. نضيف الخمرة إضافة إلى الشكر، نسوي تحريكة سريعة. الآن حبايب نضيف الماء بالتدريج ويستمر العجين للوصفة مات العوامات حتى نحصل على قوام مطاطي. هنا الرز بلش عندنا ينشف، نص النار على خير. طبعا يفضل أثناء عملية، المعروف أنه العوامات تحتاج عملية عجن كثيرة، خصوصا أنه كون أنه العوامات عجينتها مطاطية فممكن التعب أثناء العجن، يفضل استعمال العجانة. في حال عدم توفر العجانة لازم طبعا باليد والأمر لله للبعد. فيما يخص العجينة، طبعا أنا العجنة عجنتها قبل الحلقة، فتكون عندنا نقدر نشوف لقطة. طبعا سبب التحضير السابق أنه تحتاج كون العجينة تحتوي على الخمرة فتحتاج وقت حتى تجهز. الخمرة تأخذ وقت مدة 45 دقيقة بعد العجن لحد ما ترتاح، فحتى تكون عندنا أفضل قوام. مثل ما نشوف طبعا هاي العجينة، إذا ما تلاحظ عزيزي المشاهد شوف القوام مطاطي. عجينة مطاطية. قبل عملية القلي نحتاج تفريغ الخلطة مالتنا والوصفة بالكامل من الغازات المنبعثة من الخميرة، يعني نصفرها حيل من الهواء مثل ما يقول. عندنا اتصال مريم من البصرة. مع الأسف فقدنا الاتصال. رمضان كريم يا مريم عليك وعلى كل أهل البصرة. طبعا رمضان خير إن شاء الله على جميع العراقيين من البصرة إلى زاخو.
حبايبي فيما يخص القطر اللي هو القطر اللي خلينا نسميه مثل الصوص المعروف عند الحلوائين الحلواني اللي انضاف على العوامات بالاخير لتر ماي نص كيلو شكر اضافه الى نص ليمونه عصير الليمون مو الليمونه نفسها. السبب من اضافه الليمون هو حتى عندنا عمليه الكرمله تتوقف اضافه الى انه القطر ما يكون كثيف. اضافه صغيره راح اضيف مي الورد حتى يعطينا فد نكهه مميزه للقطر. يستمر طهو القطر على نار هاديه مده تقريبا ساعة وبس يغلي نص النار وخلي نقول مثل ما يقول على نار هادية حتى يتهدر على التمام. عندنا اتصال أم أنس من بغداد. رمضان كريم يا أم أنس. علينا وعليكم إن شاء الله بخير. ربي يسلمك ويخليك. إيش طابخين اليوم أم أنس؟ اليوم سوي ياباني على لحم. أولي يا أبي ألف عافية. رمضان كريم إن شاء الله. علينا عليكم إن شاء الله أجمعين يا ربي إن شاء الله ستر وعافية. آمين يا رب على جميع العراقيين. نورتينا يا منس. ممكن سؤال أسأل على ست نشأ أخبارها؟ على شنو؟ ست نشأ. ست نشأ. ست نشأ بخير وسلم عليك. طبعا هي موجودة بس تعرفين كل من إلى نصيبة فهي مثل ما يقول ان شاء الله مسيرتها بهذا البرنامج انتهت والله كتب لها رزق ثاني وخير جديد افضل واحسن في مكان ثاني. نوجه لها تحيه ست نشا ومتابعيها بامان الله ونورتينا يا ام انس. طبعا مثل ما نشوف حبايب الرز نشف على خير اضافه الى الشوربه جهزت. فيما يخص موضوع القطر نضيف قلنا 1 لتر على 500 غرام مع الليمون. المدة مات الطبخ طبعا هي تاكل الى ساعة ساعة وربع بس يغلى عندنا القطر بداية نص النار ونعوفه يتهدر على نار حتى نوصل لهذا القوام. طبعا نقول العوامات تكون كل ما يكون القوام مالتها كثيف افضل. فالان حبايب عندنا الكبسة نشفت على خير نسوي بيها مثل نقول خطوط صغيرة حتى لا يعجن ونرفعها عن النار. تكون عندنا كبسة نثرية سعودية بيد الشيف صلاح. والشوربة أيضا جهزت. الآن نوصل لمرحلة قلي العوامة وبعدها نتابع طريقة التحضير. إذا لحقنا بتسهيل من الله نقدم الكبسة مثل ما راح نكمل خلال نمط البرنامج أنه نقدمه بطريقتين غربية وشرقية. فالآن نرفع الكبسة. طبعا قلي العوامة يحتاج زيت بدرجة حرارة 85 أو 75 فلازم نراعي هذا الشيء حتى تستوي من الداخل ومن الخارج. عملية طبعا شوية أنه البعض يسبب بها إزعاج فالمعامل عندها قطاعات أو نسميها القراصات تسوي كميات من 100 بس بالبيت نقول على قد الحيلة. فممكن استعمال الكيس اي كيس او كيس الحلواني ويتم التقطيع بصوره سهله. في حال عدم توفر الكيس ممكن استعمال اي كيس عادي. اما الان حبايبنا انا راح استعمل القطاعه او القارصه من اجل السرعه. طبعا بدايه ندهن الداخل بالزيت خلينا نسميها أداة التشنيق أو القطاعة مثل ما هو معروف عندنا بالعراق. الآن نقدر نضيف
طبعا مثل ما نوهنا بالبداية حبايبنا، العجينة مطاطية أثناء قلي العوامات. وقبل مثل نحب ننوه حبايبنا، نتلقى جميع الاتصالات والاستفسارات على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. فاصل قصير ونواصل. مرحبا بكم متابعينا مرة أخرى. طبعا خلال الفاصل كملنا تعبئة الخلطة مالتنا والعجنة مالت العوامات داخل القطاعة أو الشناقة. الآن مثل ما قلنا زيت درجة حرارته 80، إذا ما متوفر المحرار أهم شيء إنه يكون الزيت عندنا مو بدرجة غليان. الآن حبايب طبعا العوامات مثل ما قلنا أنه العجينة تكون عندنا مطاطية، فممكن شوية سبب إشكالات أثناء القلي، فيرجى الحذر. الآن نبدأ عملية قلي العوامات. طبعا تحتاج إلى ضغط كون بهذا الشكل، طبعا بالمعامل متابعينا مشاهدينا مشاهدين قناة الفلوجة. طبعا اكو سرعة كون انه المشايل عواماتنا نكتفي بهذا القدر. طبعا العوامات تحتاج تحريك. اضافه المكسرات يعني مثل ما يقول خالف، خلينا بعيد عن النمطيه شويه. اذا نقدر نقول مثلا نضيف القطر، نقدر نضيف ايضا مثلا بسكويت، اي مكونات او مركبات عند الحلواني، مكسرات يعني، هو مثل ما يقول خالف تعرف. نشوف بدت العوامات تاخذ الشكل الكريسبي. الان نجهز صحوننا العملية السكب. عندنا اتصال بنين من البصرة. ألو، رمضان كريم يا بنين. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. علينا وعليك إن شاء الله. ممكن طريقة عند الدولمة والقيمة؟ الدولمة؟ والقيمر. القيمر؟ لا، الدولمة والقيمات. للقيمات اللي هي العوامات. تمام. القيمات تمام. يلا مشكور. حياك الله يا بنين ورمضان كريم ان شاء الله، وشكرا لاتصالك نورتينا. طبعا الدولمه انتم اهل البصره مشهورين بالدولمه مالتكم اللي تكون حامضه، في حين في بغداد الطريقه او في الموصل تكون الطعم مختلف. فيما يخص الدولمه بصوره عامه، رز نص حبه مكسر اضافه الى اللحم، دهن زايد، بهارات 7 بهار وفلفل اسود، دبس رمان ومعجون طماطة وكركم، إضافة إلى الشبنت. في حال قلنا الدولمة بصراوية وحيالله البصرة وأهل البصرة، نضيف التمر الهندي.
في حال عصير التمر الهندي، في حال قلنا انه الدولمة بغدادية يحبوها مثل ما هي يعني بدون تمر الهند. حبايب مثل ما قلنا نقلب العوامات، وصلنا للبارت الأخير. الآن نقدر نرفع، طبعا راح نستعمل محارم المطبخ أو كلينس المطبخي. فيما يخص اللقمات اللي ذكرت عليها، طبعا صراحة أنا الصوت ما كان واضح، فاللي افتهمته لقمات هي اللقمات نفسها العوامات تسمى. في حال كان في البصرة أكلة اسمها اللقمات فأعتذر إذا ما فهمت قصدك. في حال من العوامات طبعا راح نعيد لك العوامات، علما أنه احنا ذكرناها في بداية الحلقة. فالمكونات إن شاء الله قبل الختام أيضا تابعينا يا بنين. عندنا اتصال فادية من بغداد، حياك الله يا فادية. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك إن شاء الله. من قال آمين يا رب. بس سؤال، يعني أنا لاحظت أنه الجدر ما تتقبل، هذا أكو سبب بالنسبة للسمن الشوربة؟ يعني من بداية ما طهيته مكشوف نظامه. أي طبعا قلت أنا نوهت على أمر ما أعرف انتبهتي عليه أو لا، في الطنجرة سبب عدم الغطاء انه الرز اللي مستعمله انا بسمتي مو حبه كبيره، يعني كميه النشا الموجوده اللي داخل الرز كميه النشا الموجوده داخل الرز تكون قليله، لذلك اضافه له كميه النقع اثناء طهي الرز تلعب دور. يعني الرز المنقوع ساعه معروف انه النشا يكون من المكونات المحبه للماء، يعني تتشرب بالماء زياده، فاذا كان التشريب مده ساعه فرق عن النص ساعه، يعني ممكن حتى كميه الماء اقللها في حال انه انا منقع الرز مده ساعه، فهذا السبب. في حال انه الفطر طبعا انا ما عندي فد مكون ذو صلابه عاليه او مثلا لحم معين او مثلا دجاج حتى اغطي او احصل على المونه، مجرد انه الفطر يذبل اضافه الى الثوم يتكرمل واضافه لكريمه، فلهذا السبب انه هي تعتبر من الشربات السريعه حتى تسد البطن. الان حبايب طبعا العوامات جاهزه، عندي انا شويه عوامات ايضا مقلية في وقت سابق من الحلقة. نبدأ الآن عملية السكب. تحريك طبعا عندنا للسيفتي أمان أكثر، نستعمل القاع حارة وقلوبنا أيضا حارة. طبعا اولا نرفع اللحمات، طبعا مثل ما نوهت ببداية الحلقة استعملت لحم الرقبة ولحم التندرلوين حبل الظهر، كون سبحان الله انه هذا المكانين في الغنم يكون قليل الحركة، فلهذا السبب يكون طري أكثر من اللازم. الآن حبايبنا نسكب الرز، الآن نضيف الصوص مالتنا. تحريكة سريعة. طبعا
من ضمن أسباب إنه الخيار واللبن مثل ما هو المعروف الخيار واللبن مريحة للمعدة، فكون الأكلة دسمة ممكن تساعد بتسريع عملية الهضم. راح نضيف الصوص. الآن شوية حركات وملاعيب العيد. مثل ما قلت أني لوز وبندق وفستق حلبي وجوز. شوية بقدونس مقطع. ممكن أيضا فلفل أحمر. بعض شرحات الجزر طبعا للزينة. وهيك الكبسة مالتنا صارت جاهزة. فيما يخص شوربة الفطر، طبعا تحريكة سريعة. عندنا عبد القادر من الفلوجة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. عبد القادر وين؟ اني ميت هلا بيك. ام عبد القادر بس اريد خف كبسه. اي بيك خير وتدللي. تسلم. عبد القادر الكبسه وين ندز لك اياها؟ ها الكبسه وين ندز لك اياها؟ الو قدور يا حبيبي. قد عمرك يا عبد القادر؟ الان حبايب اللمسه الاخيره اللي هو البروكلي. طبعا بالامكان اضافه جبن البارميزان اللي هو الجبن المعفن او جبن القشقوان في حال عدم توفر باستعمال جبن الشدر. عندنا الشوربة والآن عندنا العوامات. طبقنا الأخير. عندنا اتصال. نور من ديالة. نعم السلام عليكم. رمضان كريم يا نور. مية هلا بيك وبأهل ديالة أجمعين. تسلم الله يخليك. الله يسلمك ويخليك. ممكن طريقة عمل طريقة البيتزا؟ أي نعم. طلب ثاني وأريد طريقة الكيك بالكاكاو إذا ممكن. بيج خير وتدللي. بس قبل الطلب انت طلبتي مني طلب، انا بدي اسالك ايش طابخين اليوم؟ والله تمن وشوربه. الف عافيه نورتينا. نورتينا يا نور. شكرا جزيلا. بيج خير وتدللي. حبايبنا طبعا قبل الختام وصلنا لاخر مراحل من طبقنا في خصوص نور طلبت البيتزا اضافه الى كيكه الكاكاو. فيما يخص عجينة البيتزا، طبعا البيتزا لها نوعين الإيطالي والأمريكي. المعروف عليه إنه الإيطالي يكون سليم في حال إنه الأمريكية تكون سميكة، يعني السايز المقاس مالتها. مكوناتها طبعا كيلو طحين، 3 بيضات، بياض البيض فقط، بياض البيض حصرا بدون الصفار، ظرف بيكنج باودر، ظرف فانيلا، ملعقتين سكر، إضافة إلى الخميرة
الحليب يفضل استعمال الحليب الباودر والماء بالتدريج. فيما يخص صوص البيتزا، طبعا الصوص له طرق عدة. اكو صوص البعض احنا اهالينا وامهاتنا واخواتنا بالعراق يستعملوا صوص واللي هم يطهون الكاتشب، كاتشب الطماطة، لكن الصوص له طريقته وإلى رواده، ومثل ما يقولون طل خبز الخباسته، وان شاء الله نتناوله بالحلقه. طبعا مكونات الصوص بيستو اللي هو الريحان او ورق الريحان الفريش، اضافه الى دبس الطماطه ودبس الفليفله مع الاوريغانو، ثوم، طماطه وبصل وفليفله مطحونه او مقطعه بشكل ناعم، اضافه الى الزيت، وتنطبخ على نار هادية مدة ساعة ونص حتى تحصل على أطيب صوص بيتزا. إلى هنا إن شاء الله وفيتك فيما يخص موضوع البيتزا. الآن حبايبنا التقديم الأخير لطبقنا، المعومات طبقنا الأخير قبل الختام، وإن شاء الله الكيكة بالحلقات القادمة وفيتك بيهن. نضيف الصوص اللمسة الأخيرة مثل حركات صغيرة طبعا للزينة وللجمالية، إضافة عندنا مكسرات إلى هنا حبايب. وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى تكون عجبتكم أطباقنا لليوم، وإن شاء الله ننتظركم باكر بحلقة جديدة من مطبخ صلاح. رمضان كريم وفطور الهنا، ألف عافية، دمتم بأمان الله. في مال الله.